أعزائي في كل مكان، نتقبل تحياتي ويسعدنا نلتقي بكم ويوم جديد من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا المقام بمشيئة الله في العام بعد القادم في الجابون. ولقاء اليوم هو لقاء في الجولة الثانية في مجموعتنا اليوم وهي المجموعة الثامنة، ولقاء كبير يجمع بين منتخب رواندا أمام منتخب غانا. نتمنى أكيد كل التوفيق للمنتخبين، نتمنى مشاهدينا أن نستمتع بكل لحظة بكل ثانية من عمر لقاءات اليوم هنا مع القارة الأفريقية، هنا مع لاعبين أصحاب إمكانيات وقوات كبيرة في هذه المباراة. بدأ اللقاء مشاهدينا، طبعا رواندا هو منتخب رواندا وصاحب البيوت والدار وهو صاحب أثير أصفر في اللقاء، ومنتخب غانا النجوم السوداء الأسماء الكبيرة والنجوم الكبار الموجودين في أفريقيا هيكونوا النهاردة على يمين الشاشة بأزي الأحمر في لقاءات اليوم هنا في العاصمة الرواندية في مدينة كيجالي. وفي هذا الملعب، ملعب أماهورو، وفي حضور جماهير كبير وكبير جدا من عشاق ومحبي منتخب رواندا، مباراة قوية، مباراة الكبار، مباراة الزعامة في هذه المجموعة، المجموعة الثامنة بكل تأكيد، لأن طبعا كل فريق لعب لقاء وحيد وكل فريق مشاهدينا فاز في أول مباراة ليه في هذه التصفيات. والنهارده جولة ثانية ولقاء ثاني بيجمع بين المنتخبين الكبيرين. منتخب رواندا في الجولة الأولى كان فاز خارج أرضه على منتخب موزمبيق بهدف واحد مقابل لا شيء. منتخب غانا المنتخب الكبير في الجولة الأولى فاز على أرضه ووسط جماهيره في مدينة طبعا أقرا، فاز فوز كبير جدا جدا، والفوز كان على منتخب مرشس 7-1. هذا الكلام في الجولة الأولى. واليوم مشاهدينا جولة جديدة، جولة مليئة إن شاء الله بكل الإثارة والمتعة والجمال، وهي الجولة الثانية في مجموعتنا اليوم وهي المجموعة طبعا الثامنة. طبعا حضراتكم عارفين مشاهدينا يتأهل للجابون صاحب المركز الأول بالإضافة مشاهدينا جوه الجول. الهدف الاول منتخب غانا مشاهدينا يتقدم الهدف الاول، تصويبه جميله جدا قويه جدا رائعه بكل تاكيد بقدم النجم الكبير وهو اللاعب على طول وجزوه مشاهدينا يظهر في الصوره
ويظهر في الكادر ويعلن عن نفسه في لقاء اليوم بهدف جميل مع لحظات قاتله نهائيه من عمر اللقاء. قلت لكم في هداف، قلت لكم في شويط، قلت لكم في مدفعجي، ويظهر في الصوره ويظهر في الكادر النجم على طول وجذوب عشان يسجل هدف قاتل في وقت قاتل من المباراه. هدف مشاهدينا في الدقيقه 87 من عمر اللقاء. اخيرا يتقدم منتخب غانا بهدف واحد مقابل لا شيء، هدف مستحق بكل التاكيد. ولكن منتخب رواندا منتخب برضه قوي بيقدم مستوى ممتاز. الهجمه العرضيه الاخير بحجم وبقيمه منتخب غانا مفيش كلام، لمسه اعتقد هزيمه هدف يعني 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 نتيجه ممتازه بالنسبه لمنتخب رواندا. بعد كده النتائج بتكون كبيره جدا بالنسبه لمنتخب غانا سواء طبعا في اكرا او هنا في مدينه كيجالي. ولكن النهارده منتخب رواندا رغم التاخر بهدف ولكن قدم مستوى مشرف جدا. الهجمه خطيره راسيه، حكم الرابع ادينا 4 دقائق وقت بعد دخلنا على الدقيقه الاولى. حاليا الهجمه استلام على طول تصل لاندري ايو، عاليه فيها على طول مطاليه من اكوي، اماميه خطيره منتهى الخطوره ولكن راسيه ورا حد الحارس المتميز اوليفي كويز لحارس المرمى. يبني هجمه اماميه تحرك خطولي ولمسه من هافول تعدي تصل حتى لعبه نجوم غانا في نص الملعب ولكن دفاع بقوه على طول من جاك والتماس لصالح المنتخب الغاني. في تغيير كمان بالنسبه لمنتخب غانا، هذا هو النجم اندري ايو وتغيير ثاني لغانا الاستعانه باللاعب رقم 15. هنشوف مين هينزل، هينزل اللاعب جيفري سكلوب. الاستعانه باللاعب جيفري وخروج مين؟ خروج رقم 7 كريستال اتسو. ده تغيير ثاني بالنسبه لمنتخب غانا في المباراه. لاعب جيفري طبعا محترف في نادي لسه ست الانجليزي، موجود من 2010 مع الفريق ولاعب دوري 2011 وعمره 23 سنه عمر هذا اللاعب. اللاعب جيفري هيلعب في الجبهه اليسرى على حساب طبعا النجم كريستال اتسو. تغيير ثاني هيكون بالنسبه لمنتخب غانا، فضل تغيير وحيد في المباراه. اما منتخب رواندا خلص تغييراته النهارده. هذا هو اللاعب جيفري نزل ارضيه الملعب، مقدمه حتى الان حمراء. غانا متقدمه بهدف واحد مقابل لا شيء على منتخب رواندا. هدف بقدم النجم وجازو في الدقيقه 87 الهجمه ولكن تلعب بره التماس، تلعب بره التماس. ده الهدف الثامن لمنتخب غانا في تصفيات هذه المجموعه. هذا هو الهدف الجميل، الله على التصويب، الله على التصويبه حلوه قوي جميله جدا جدا. تصويبه بقدم اللاعب وجازو حطها حلوه قوي في البعيده على يمين الحارس اوليفي كويزرا. هدف اول وحيد، حسنه وحيده طوال المباراه وهدف التقدم مستحق مفيش كلام. هجمة على اليمين لجوردان ايو، المهارة والاستلام من نجم ايو لكن الدفاع، دفاع اثنين من مدافعي رواندا على ايو، طلع كرة بره الملعب تماس لصالح المنتخب الغاني. دخلنا مشاهدينا حاليا على الدقيقة الثالثة. هذا هو جوردان ايو في غياب طبعا النهارده كل من ايمانويل بادو وغياب النجم برضو اساموجيان واحتمالية عودة سولي مونتاري وبواتينج لمنتخب غانا خلال الاشهر القادمه باذن الله. تماس من افول راسيه ورا على الشمال تصل على طول حتى ميشيل والدفاع تعادل لكن تلعب بره التماس لصالح المنتخب الغاني. هذا هو المدرب الشاب المدرب الشاب الايرلندي جوني ماكينستري، نجح نجاح مبهر ان هو يعمل منتخب ويعمل تشكيله محترمه لمنتخب رواندا. أما منتخب غانا منتخب طبعا كبير باسمه وبلاعبيه مفيش كلام، ولكن برضه النهارده يعني لحد ما اللقاء مش او لاعبي غانا مش في حالتهم النهارده بالتحديد. طبعا النجم اندري ايو وايضا نجم جوردان ايو وايضا بالنسبه للاعب بابا عبد الرحمن الباك الشمال والباك الشمال اليمين برضه هارس الافول برضه مش في حالتهم الاثنين اللاعبي الجناب النهارده بالنسبه لمنتخب غانا. خلاص اخر هجمه اخر ثواني المباراه، كره طوله خطيره الراسيه تعدى منتخب خطيره كان في احضان الحارس بريما رزاق حارس المرمى. هذا هو رزاق مسك كورته خلاص اللقاء انتهى خلاص كده. بنهني منتخب غانا على الفوز والوصول للنقطه السادسه في هذه المجموعه، المجموعه الثامنه مركز اول.
ويتجمد رصيد منتخب رواندا عند 3 دقائق. مركز ثاني وحكم اللقاء بصفر.